مرحبا، أنا عمر من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين. نظرا للأوضاع الراهنة وحرصا منا على اتباع تعليمات السلامة والتباعد الاجتماعي، فإنني سأرشدكم اليوم إلى كيفية حجز موعد في لقاء المعلمين وأولياء أمور الطلبة على نظامنا الإلكتروني. أولا، يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني المرفق باستخدام رقم الطالب الشخصي كاسم مستخدم، وعندها سوف تظهر قائمة بالمواد التي يأخذها الطالب مرفقاً بجانبها اسم المدرس. يمكنكم تحديد التاريخ والموعد وفقاً لما يناسبكم، وبعد عملية الحفظ ستظهر رسالة تأكيد الحفظ مع جدول بمواعيد المقابلات، وسيتم إرفاق نسخة من هذا الجدول إلى صفحة الطالب على برنامج مايكروسوفت تيمز. يمكنكم الدخول إلى حساب الطالب على برنامج مايكروسوفت تيمز عند وقت المقابلة وانتظار الاتصال من مدرس المادة، علماً بأن وقت المقابلة 5 دقائق فقط. لذا نرجو من حضراتكم التحضير للمقابلة ومراعاة موعدها ومدتها، حيث يقوم المعلم بما يقارب 24 مقابلة يومياً. نتمنى السلامة للجميع وفي حفظ الله ورعايته. مع السلامة.